كتقرا على باباك الكمال. شوفي خليه على خاطره، حنا معنا تبارك الله الرجل ديالنا راه لقمان، راه تبارك الله عليه بلا ما يوري حتى شي واحد شنو يدير. ياك ولدي تبارك الله عليك، الله يحجبه الله يحفظه من شر الخلق ومن عين الانس والجن. إذن على بركة الله نقرب ليا دابا باش نشوف حتى لي كومونتيغ. نبداو على بركة الله مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في مباشر جميل، مباشر من مدينة الدار البيضاء، مباشر كلنا غادي يعجبنا بكل تأكيد بدون استثناء، مباشر مليء بكلام الله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مباشر من قلب بيت ولدنا لقمان، ولدنا لقمان اللي عنده 13 سنة، الله يحجبه والله يحفظه لميمته ويحفظه لبابا والله يحفظه من شر الخلق ومن عين الإنس والجن. ولدنا لقمان اللي أكيد كل المغاربة غيكونوا كيفتخروا به وبغيناه يكون مفخرة لهذا الوطن، وإن شاء الله غيكون مفخرة. ومن هذا المنبر كنشكروا الوالدين ديال لقمان اللي تبارك الله حرصوا على التربية ديالو وحرصوا على أنه يكون في هذه المكانة، لأن الله سبحانه وتعالى يصطفي هذه الفئة من الشباب اللي كيكونوا حفظت القرآن حفظت كتاب الله سبحانه وتعالى. ولدنا لقمان اللي عنده 13 سنة ما شاء الله حفظ 41 حزب تبارك الله، 41 حزب كنهضروا فيه التبوريشة وفيه البكية، لأن تبارك الله وصل عندي صراحة شيء يثلج الصدر، أنا بعدا فخورة به وأكيد كنا غنكونوا فخورين به. 41 حزب وأمنية ديالو أنه يختم 60 حزب، وما شاء الله عطيه الله سبحانه وتعالى واحد الصوت جميل، إنه مزمار من مزامير داوود، ولقمان اسم جميل وهو جميل. تبارك الله عليك ولدي لقمان، السلام عليكم. وعليكم السلام. شخبارك ولدي؟ لاباس الحمد لله. غنحيدوا ستريس وغنحيدوا شويه ديال الارتباك قدام الكاميرا. انا لقمان قال لي ما نديروش اللايف، ولكن انا قلت له لا غنديروا المباشر، حيت انا واثقه فيك واثقه تبارك الله من يعني انك متمكن، انا شفتك قبل ما نبداو. الله يرضي عليك ولدي لقمان، شحال عندك من عام؟ 13 عام. كملتيها؟ دابا الدردشه باش نولفوا على بعضياتنا وحتى الساده المشاهدين يولفوا عليك، فاش كتقرا لقمان؟ كامله. كتقرا مزيان؟ ضروري. واش كتقرا مزيان مزيان ولا؟ لا مزيان. واخا شنو اللي خلاك وليدي تمشي للقران وتحفظ 41 حزب تبارك الله، في شحال من وقت حفظتيها؟ فاش دخلت للجامعة دخلتني ماما، ملي كنا ساكنين في عين السبع كانت عندي 4 سنين الى يومنا هذا وباقي كنقرا في القران. ويعجبك كلام الله وبغيتي تحفظه؟ صعيب ولا سهل باش نحفظه كلام الله؟ سهل بالنظر اللي كتسمع اكثرين، داكشي اللي كتسمعو في الزنقه في الاحاديث وداكشي كتلقاه في القران، غتجي سهل غتقرا غير شي ساعتين في النهار غادي تحفظو دغيا صوره، غتقراها ساعتين غادي تحفظها دغيا. تبارك الله وصلى على النبي. ودابا حنايا غادي نقدموا واحد النصيحه لهاد الشباب اللي طالع وهاد الاطفال، الا بغاو يحفظوا القران شنو خصهم يديروا؟ بعد تحية لهذه الأم اللي قدامنا كنحييها أنها هي كانت السبب أنها دخلت لقمان، شافت فيه هذاك الحب ديالو كلام الله، وكلنا كنبغيو كلام الله، ولكن لقمان راه متميز علينا أنه بين حفظة كتاب الله. شنو خصنا نديرو باش نحفظ القرآن لقمان ولدي؟ خصك تخوي راسك من أي حاجة عندك في الدار داكشي، وغتمشي للكتاب، جامعة تلقى ضروري في كتاب، غادي تدخل غادي تعطي قلبك للقرآن، غتفتح قلبك وراه ان شاء الله غادي تمكن من حفظ ديال القران. تبارك الله على ولدي، دابا انت فتحتي قلبك، قلبك دابا باش عامر القران ما شاء الله ولا قوه الا بالله. شحال زوين ان قلبنا يكون محلول وعامر بكلام الله، باش ما نطولوش على ولدنا لقمان. غنعاودوا نرجعوا بيان سور بطبيعه الحال اننا نكملوا معاه، غيقرا لنا ما تيسر بهذا الصوت مناش سوره القلم. سوره القلم. سمعوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي، سمعوا معنا لهذا الصوت الجميل، هذا المزمار من مزامير داود اللي غيتلي علينا سورة القلم، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما
أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. صوت تقشعر له الأبدان وكلام الله سبحانه وتعالى الصخر راه كينفجر بالمياه من ملي كيسمع كلام الله سبحانه وتعالى والجبال كتسجد الله سبحانه وتعالى. وكنتمنى ان وليداتنا كلهم وليداتكم ان قلبهم يكون فعلا مليء بكلام الله لان كلام الله سبحانه وتعالى هو دواء وشفاء للصدور وايضا لكل الامراض. غنسول ولدي لقمان، حتى في الدراسه كيعاوننا اننا كنا حافظين كلام الله؟ نعم بالطبع كيعاونك القرآن في الدراسة في أي حاجة كتيسر لك، أي حاجة كتيسر لك من غير القراية من غير أي حاجة، المشاكل كتحلو أي حاجة. تبارك الله. وحتى رضا الوالدين ولدي لقمان تبارك الله مرضي ومهدي، أنت مرضي بلا حتى شي حاجة وعاد هاد كلام الله تيخليك أنك تكون مرضي مع ماماك ومع باباك وما تهزش فيهم العين واللي قالوها لك هي اللي كاينة والرفقة الطيبة وكتقلب على صحابك مع من. هادشي كاين ولا ما كاينش يا لقمان؟ كاين هادشي. شنو هو اللي كاين؟ الرضا ديال الوالدين ورفقاء ديالي اللي طيبين، كنسمع الوالدية. دابا انت ما تقدرش ولدي لقمان دير شي حاجه بلا ما تشاور مع ماماك وباباك؟ لا ما نقدرش. ما ترفعش عليهم الصوت ديالك ولا شنو كيقول الله سبحانه وتعالى في قرانه وفي كلامه شنو كيقول؟ ولا ترفعوا اصواتكم. لا شنو كيقول الله سبحانه وتعالى على الوالدين؟ شنو كيقول لهم؟ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وانت انت ما كتقول لهم حتى شي حاجه اللي ما كتقولش اف ما كتقولهاش لهم؟ لا ما كنقولش لهم اف. شنو تبغي تنصح الوليدات اللي في العمر ديالك واللي مبليين بزاف بالتليفونات وهذا الشيء الالعاب وكيعمروا وقتهم عوض ما يعمروه بالقرايه وعوض ما يحفظوا لي شي حاجه اللي تنفعهم كيمشيو لهاد الالعاب الالكترونيه والتليفونات اللي خدات من وقتهم بزاف؟ كنصحهم باللي يقراو هي الاولى والقران حتى هو، والتليفون غير ملي يبقى لك شويه الوقت لعب في التليفون. هادشي باش كنصحهم وصافي. شنو كدير انت في اوقات الفراغ ديالك لقمان؟ ملي كنحفظ وكنسالي انا كنهز التليفون شويه غير شويه ماشي النهار كله. شويه. شكون هو المقرئ اللي كيعجبك وبغيتي تكون في حاله؟ سعيد مسلم. شكون هو هذا سعيد مسلم اللي كنوجه ليه التحيه واللي كيعجب بزاف من قبل وكيهضر لي عليه لقمان؟ شكون هو؟ شو اللي كيقريك؟ كيقريني القواعد، كيقريني بزاف، هو اللي علمني المقامات شحال من حاجه، جميع القواعد خديتهم من عنده هو. تحية ليه من هذا المنبر. شنو الأمنية ديالك وليدي؟ شنو كتحلم ملي تكبر؟ شنو بغيتي تكون؟ نكون قارئ وإمام، وبغيت نتمنى نصلي بهم التراويح، نصلي بالناس التراويح. كتمنى؟ ما عمرك صليتي التراويح بالوالدة ولا بالدار ولا بالعائلة؟ ضروري كنصلي بهم التراويح، ولكن باغي نصلي قدام كل شيء. بغيتي تكون شي امام مشهور؟ شكون من الائمه المشهورين في المغرب اللي كيعجبوك لقمان وبغيتي تكون في حاله والناس تتبعك في الصلاه؟ القسطالي، محمد القسطالي. سي محمد القسطالي كتمنى تكون في حاله؟ اه. بغيتي الناس يصليوا وراك بالالاف وبكل المساجد بحال مسجد الحسن الثاني، المساجد الكبرى اللي كتعمر هكاك بغيتي؟ اه بحال هكاك انا بغيت نولي. عمرك شاركتي في شي مسابقه لقمان؟ لا هنا في المغرب ولا خارج ارض الوطن؟ لا هنا في المغرب شاركت بزاف ديال المسابقات واكثرين كربحهم وفي الاخر كيعطيوك شهاده تقديريه صافي، كيعطيوك شويه الجوائز صافي وكترجع للدار عاوتاني الغد اللي كاين. كيعجبك الحال ملي كتربح؟ ضروري كيعجبني الحال بزاف، كنفرح. كتكون من المتفوقين؟ والوالد تاهي كتفرح، مام تاهي كتفرح، البابا تاهو كيفرح،
كلش كيفرح، عائلتي كامله كتفرح. حنا غنوليو نفرحوا، وخصوصا اننا نشوفوك في مسابقات دوليه. بغيتي تشارك في مسابقات دوليه لقمان؟ بالطبع بالطبع نشارك في مسابقات دوليه الى بغى الله. الى بغى الله بطبيعه الحال كلشي باذن الله. وحنا ما كرهناش ان الناس المختصين في هادشي ديال المسابقات انهم يوقفوا مع ولدنا لقمان، وانه يعني يعاونوه انه يشارك في مسابقات خارج ارض الوطن، لانه ما شاء الله عليه عنده ما يقول. غادي تورينا الام ديالو هذه، شنو هي لاله خديجه؟ اللوحه ديالو بطولك الشواهد ديالها. اعطيني اللوحه هكا لقمان، اشرح لي هاد اللوحه. واش شحال ثقيله يا خونا. ها بيناتنا هادي. تبارك الله. خلي حداك باش نرجعوا ليه. هاد اللوحة هادي هي اللوحة اللي كنقرا فيها في الجامع، هي من العود. كتكتب فيها بالقلم. اش كتكتب فيها؟ كتكتب فيها القرآن. شحال شحال كاع غتحفظ، كتمشي الجامع كتشوف شحال انت غتقدر تحفظ، تقدر دير كاع كثر منه، وكدير سطورة صغار قرابيل بعضياتهم تكتب. سالي الخر نجبدوهم دابا. هادي هادي الاخرى اللي حفظتي؟ لا هادي حيت وقفت عند كورونا، صابقات حد هنا. بقات حد هنا. ولكن حفظتي في الدار شويه؟ اش ضروري. دابا انت ان شاء الله امتى تقدر تكمل لنا 60 حزب؟ واحد هاد العام ولا كاع العام الجاي؟ كنقولوا السلكه، تخرج السلكه. دابا انت باقي ما خرجتي حتى سلكه. باقي. باقي. وتتمنى انك تخرج هاد السلكه؟ بالطبع كنتمنى خرج هاد السلكه. تبارك الله. دابا هادي اللي كتكتب فيها. شنو الايه اللي مكتوبه هنا ديالاش؟ ان تكفر فان الله غني عنكم لا يرضى لعباده الكفر، وان تشكروا وان تشكروا يرضى لكم، ولا تزر وزره وزر اخرى. هادو من الشواهد اللي خديتي ياك ولدي. كاين بزاف العديد. هادي من مقاطعه مرسى السلطان. شهاده تقديريه بزاف. تبارك الله وصل عنبي. ونعاودوا نقراو شويه ما تيسر من ذكر الله. شنو تختار لينا تقرا لينا؟ كتعجبني واحد الايه بزاف واخا قصيره، كنت باغي نقراها لكم. مرحبا 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 والف مرحبا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. صدق الله العظيم. تبارك الله على ولدي لقمان، ما شاء الله عليك، والله يحفظك. انا عارفك متوتر وشويه ياك ياك الغزال ديالي. تبارك الله على ولدي الزوين. حافظ شي دعاء نختموا به؟ دابا باقي يلا بديت كندخل ديك الادعيه والامداح. باقي ما حافظ حتى شي حاجه ديال الامداح ولا ديال الادعيه؟ شي حاجه قليله باقي؟ لا مازال باقي. ايوا شنو خير ما نختموا بها؟ شنو نقولوا؟ كنتمنى ماما كانت تقول لك اذا جاءتكم سكرات الموت. مرحبا. يلا سير نختموا بها مشاهدي قناه شوف تيفي. غنختموا بكلام الله، وخير ما نختموا به وخير ما نبداو به هو كلام الله. هذا ولدنا لقمان، غنخلي لكم رقم الهاتف. عندك تليفون ديالك ولدي لقمان؟ غنخلي لكم رقم الهاتف ديالو، اللي بغى يتواصل معه واللي بغى يساعده انه يمشي في المسار العلمي ديالو والفقهي، لانه هو من محبين ديال كلام الله، وبغى يشارك مسابقه دوليه، وبغى يمشي بعيد، وامنيته انه يكون امام. تنتمنى من احد الائمه المشهورين عندنا في المغرب او لا المقرئين انه يتبنى هذا الوليد، لانه يستحق ذلك، وانه يساعده. غنخليو لكم رقم الهاتف قبل ما نقولوا يقرا لينا ما تيسر من كلام الله. غيقول لنا رقم الهاتف عاد نكملوا نختموا الكلام ديالنا ولدي لقمان. شحال الرقم ديالك؟ 0657 56 26 35. عاود اولدي. 0657 56 26 35. هذا هو رقم الهاتف ديال ولدنا لقمان. الله يحفظه، والله يخلي لكم وليداتكم، والله يحفظ لكم ايضا وليداتكم. هذا اعتبروه وليدكم، نعاونوه نساعدوه في المسار ديالو الدراسي وداك الشيء اللي باغي يوصل ليه ان شاء الله. شكرا لكم مشاهدي قناه شوف تيفي، وغنخليكم مع كلام الله هو خير ما نختم به هذا المباشر. تفضل ولدي لقمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. تبارك الله عليك وجل. ما شاء الله عليك.